السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معتز. اخباركم في جديد، هنستعرض فيه ملخص الاعلان الجديد عن لعبة مارفل سبايدر مان 2. طيب يا جماعة، زي ما انتم شايفين نزل امبارح عرض جديد للعبة مارفل سبايدر مان 2. طبعا الاعلان كان لجهاز البلايستيشن 5. الفيديو بس في اول يوم بس جاب 5 مليون مشاهد، ده بداية التريلر يا شباب. But I need you with me, Pete. You're gonna heal the world. مدينة نيويورك يا شباب. Good job, huh? Still gonna have time for tutoring? We'll figure it out. I didn't know there were bears in these woods. Hey MJ, I have another name for you. Kraven. شوف تصاميم اللعبة رسوميا والشخصيات وقوي جدا والله. طبعا بديت ظهور الشخصيات الشريرة طبعا، بس مذهلة جدا اللعبة رسوميا. خلص خلص الإعلان يا جماعة. بصراحة اللعبة رسوميا قوية جدا، حاجة فخمة بصراحة. طيب يا شباب، تعالوا نعرفوا ملخص الإعلان. طيب أولا تفاصيل قصة مارفل سبايدر مان 2. أحداث اللعبة هتقع بعد 9 أو 10 شهور من أحداث الجزء السابق. طبعا بيتر ومايلز هيكونوا بكامل قوتهم، خدوا استراحة بتاع 9 شهور يعني. البطلان طبعا هيحاولوا إن هم يظبطوا حياتهم بعد ما خلصوا من احداث القصه بتاعت الجزء السابق. كمان هيكون في مواجهه مباشره بين بيتر باركر ومستر نيجاتيف قاتل طبعا والده. طبعا بيتر هيبقى معاه قوه جديده وهيبدا في بعد الناس عنه. كمان تم تاكيد وجود 3 مدن كبيره في اللعبه وهي بروكلين وكوينز وجزيره كوني. طبعا فينوم هيكون اكثر قوه وشده في التدمير. طبعا ومد الشخصيه بنفسه اتكلم وقال ان هو كان عاوز يشعر بالإثارة واللذة من خلال الشخصية اللي هو بيمثلها. كمان المطورين أكدوا إنهم هم بيبحثوا عن تقديم تجربة بصرية غير مسبوقة في عالم الرجل العنكبوت، وده فعلا اللي أنا قلته دلوقتي في التريلر، إنه اللعبة بصريا ممتعة جدا ورسميا برضو قوية. كمان طبعا كمل كلامه المطورين، كملوا كلامهم وقالوا ابتدأ من مدينة نيويورك اللي ظهرت طبعا مملوءة بالتفاصيل فعلا في التريلر اللي شفناه دلوقتي. برضو من خلال العرض طبعا شفنا نظرة مقربة من العديد من الشخصيات، أبرزها البطلين بيتر باركر ومايلز مورالز، لكن المرة دي من غير ما يكونوا تحت قناع شخصية سبايدر مان. طبعا شوف طبعا دقة الوجه بتاعهم صراحة كان قوي يعني، لعبة رسومين قوية هي أصلا. طبعا كمان اللي تم تأكيده من خلال الكشف اللي احنا شفناه دلوقتي انه الظهور الأول للوحش الأسود فينوم، طبعا المطورين اكدوا انه هيكون بنفس المظهر خلال اللعب. طبعا بالرغم من انه فينوم هو الشرير او هو يعني الخصم الاساسي، الا انه مش هو الوحيد بس اللي هيبقى شرير في اللعبة، لا ده كمان هيبقى في خصم جديد وهو كارفين. طبعا يا شباب كانت دي بعض الحاجات اللي احنا عرفناها من خلال الاعلان الثاني او الكشف الثاني للعبة سبايدر مان 2. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم يا شباب، شكرا على الدعم، شكرا على المشاهدة، وسلام.